صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة وراحة البال. صبح عليكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. دائما يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم. ولكم مني في بداية البرنامج أطيب التحيات، محدثتكم آمنة آل علي. وبيرافقني في هذه الحلقة مخرجنا ناصر السليمي، وبتكون معنا في التنسيق والمتابعة زميلتنا ميرا الخفلي. في حلقتنا لليوم من برنامج صحة وسعادة مثل ما عودناكم نتناول العديد من الفقرات الشيقة والممتعة وأكيد المفيدة. بنتحدث اليوم عن آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وكذلك آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الشؤون الصحية. واليوم عندنا فقرة مهمة عن أهم النصائح والإرشادات المتبعة لتفادي زيادة وزن الأطفال خلال الإجازة الصيفية. وفقرتنا الأخيرة أيضا من برنامج صحة وسعادة بنتكلم عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي لعيادة المسافرين. يعني نقدر نقول اليوم مواضيعنا كلها بين الصيف وبين السفر، فخلوكم معنا مستمعين الكرام عشان نتناول هذه الفقرات اليوم في برنامج صحة وسعادة. والحين طبعا انضمت لنا في الاستديو الدكتورة سارة الدلال، بتكون معاي وبتشاركني في تقديم حلقة برنامج صحة وسعادة. صباح الخير دكتورة. صباح النور استاذة آمنة، شخباركم؟ شخباركم اليوم في هذا الصباح الجميل؟ والله نحن بخير وسلامة وسعيدة بانضمامك لي للحلقة دكتورة. ونحن طبعا مستمتعين بكل اللي موجودين معانا ويستمتعون بهذا الصباح الجميل وبوجودهم معانا عبر الأثير عشان يستمعون أكثر وللنصايح الطبية اليوم بتكون وإلى كل اللي يتعلق في صحتهم وسعادتهم. شكرا لك دكتورة. وأيضا نحن الحين في صدد آخر مثل ما يقولون الدراسات والمعلومات وآخر الأخبار العلمية والعالمية. يقول خبرنا اليوم دكتورة أن العلماء يحددون صلة مدهشة بين جهاز المناعة ونمو الشعر. حدد العلماء هدفا جزيئيا غير متوقع لعلاج شائع للثعلبة، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي للشخص بصيلات الشعر مما يتسبب في تساقط الشعر. وتصف النتائج التي نشرت مؤخرا كيف تتفاعل الخلايا المناعية اللي تسمى الخلايا التائية التنظيمية مع خلايا الجلد باستخدام هرمون كمرسال لتوليد بصيلات شعر جديدة ونمو الشعر. ودرس العلماء من معهد سولك للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا دور الخلايا التائية التنظيمية والهرمونات القشرية السكرية في أمراض المناعة الذاتية، واللي هي الهرمونات القشرية السكرية أو القشرانيات السكرية هي هرمونات ستيرويد مشتقة من الكوليسترول تنتجها الغدة الكظرية والأنسجة الأخرى. وقاموا أولا بالتحقيق في كيفية عمل هذه المكونات المناعية في التصلب المتعدد ومرض كرون والربو، وأشارت النتائج إلى أنه يجب إجراء نوع من الاتصال بين الخلايا التائية التنظيمية والخلايا الجذعية لبصيلات الشعر للسماح بتجديد الشعر. فممكن دكتورة على السنوات القادمة نشوف أن هناك في علاج لمثل أمراض الثعلبة اللي نقول إنه ما لها علاج محدد. نعم. فممكن ليش طبعا تشوفين نفس ما ذكرتي الأستاذة آمنة، العلماء كل يوم يتوصلون لبحوث جديدة وإلى ويتوصلون في بحوثهم إلى حلول مناسبة. فطبعا نحن نشوف ده من نحن في مجال للابتكارات وفي مجال للتطور أو خلنا نقول أن يتوصلون إلى الحلول المناسبة. فإن شاء الله في القريب العاجل مثل الأمراض المناعية نفس الأمراض الثعلبة وغيرها بيكون لهم علاجات متوافرة وممكن تكون في متناول الجميع، يمكن حتى تكون وقائية.
فمن يعني في أمور ممكن في المستقبل القريب نشوفها أو يستكشفها العلماء وممكن تستخدم على المرضى. ناخذ نعم الفقرة الثانية لختامنا. نعم اليوم أسماء الجناحي عندها مثل ما نقول امتحانات، أسماء الله يوفقها. الله يوفقها. فاليوم بناخذ مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، بتناول مع المستمعين آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة على حسابات هيئة الصحة بدبي. اليوم بنذكر مستمعينا أن نحن عندنا حساب على الإنستغرام واللي هو DHA_دبي، وكذلك عندنا على تويتر، وعندنا أيضا على تيك توك، وكذلك نحن موجودين على الفيسبوك على حساب دبي هيلث أثوريتي. بتحصلون في هذا الحساب كل معلوماتكم الصحية والطبية اللي تهمكم وتهم كل أفراد أسرتكم. اليوم بنذكر أيضا المستمعين دكتورة سارة حول نقل خدمات بعض التخصصات من مستشفى في مستشفى دبي عفوا، ويقول الخبر هذا بأن نوجه عناية متعاملين مستشفى دبي بأن سيتم نقل بعض خدمات وتخصصات العيادات الخارجية إلى المبنى الجديد بجانب المبنى الرئيسي للمستشفى، وقد يكون هناك تغيير في بعض المواعيد، وسيقومون هناك في مستشفى دبي دكتورة أكيد بيرسلون رسائل نصية لكل المتعاملين في مستشفى دبي، ونتمنى منهم أيضا أنهم يقولوا لنا رأيهم بالتوسعة الجديدة في مستشفى دبي. دكتورة زرتي المستشفى قريب؟ قبل أسبوعين زرت مستشفى دبي، وطبعا التطورات اللي صارت والمبنى الجديد راح يكون فيه لها فاسيليتيز أو أماكن مختلفة، طبعا توسعات جديدة. أتوقع أن الجميع بيكونون يعني أو خلنا نقول رحلة المريض أو وصوله إلى الطبيب بتكون أسهل، وبتكون بطريقة يعني أنا أتوقعها بتكون بطريقة سلسة ومناسبة. فنحن بالعكس نتمنى أن الجميع يتواصلون معنا ويخبرونا، أو حتى يصورون لنا ويحطون لنا الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجربتهم الجديدة والفريدة في المبنى الجديد، أو المبنى خلنا نقول هو في نفس الكومبلكس، أيوة في التوسعة الجديدة. ففي ناس تسأل وين موقعه بالضبط الأختامنا، لو نحن ممكن نقول لهم هو في نفس مستشفى دبي نفسه. نعم بس بجانبه يعني يقولون في حتى نفس هذا السؤال دكتورة كان على مواقع التواصل الاجتماعي يسألون وين بالضبط مكان المبنى الجديد. المبنى الجديد مستمعين الكرام اللي هو التوسعة الجديدة لمستشفى دبي بتكون مقابل مواقف مبنى مواقف السيارات. نعم. لأن يمكن الناس بعدها ما تعرف، بس أكيد في لوحات إرشادية عند دخولكم، وحتى نحن صدق نتريى نعرف رأي المتعاملين، لأن التوسعة مو بس جديدة تغيير جذري دكتورة، المستشفى دائما في تطور. حتى لو لاحظتي الاستقبال مستشفى دبي نعم. تغير وايد، ديتنا ردود حول الناس اللي يزورون مستشفى دبي إنه ما شاء الله كيف شي تغير المستشفى كامل، ما شاء الله الهندسة عندنا شغالين 24 ساعة بقيادة المهندس علي المنصوري، في تجديد دائم لمرافق هيئة الصحة بدبي، وكذلك التوسعات سواء في مستشفى راشد مستشفى دبي. ونحن دائما على مواقع التواصل الاجتماعي نخبر أو يعني نعطي علم للمستمعين بهذه التحديثات الموجودة. نعم جميل جدا. فنحن ننتظر من عندهم آراءهم على التوسعة الجديدة. نعم أيضا دكتورة كان على مواقع التواصل الاجتماعي هناك بعض النصائح اللي نقدر نقول صيف أكثر صحة وسعادة. إذا بقول لك دكتورة في الصيف شو ممكن تسوين عشان صيفك يكون صحي، ونقدر نقول يعني شو الأشياء الإجراءات اللي تسوينها في الصيف؟ خلنا نقول أول شيء ما ننسى نشرب الماء، ونخلي نفسنا دائما في تكون يعني نكون بصحة ونشاط، ونكمل كل فعالياتنا اللي نحبها خلنا نقول، بس نخليها اندورس أو نخليها داخلية. فطبعا شرب الماء وشرب السوائل، وأنا يمكن من الناس اللي أحب شوي أطبخ، فما راح يتغير علي الموسم الصيف، بس طريقة أو تحضير الطعام بتكون مختلفة من فصل الشتاء إلى مثلا خلنا نقول إلى خلنا نقول إلى شنو يتغير. طبعا يعني في أشياء كثيرة، يعني نحن في فترة الشتاء مثلا ممكن
خلنا نقول يعني نكثر من البقوليات أو السوبس أو الشوربات اللي تكون حارة أو تكون دفينة بشكل عام، نكون مثلا نركز على الأطباق اللي شوي فيها نوع من البهارات الخاصة لفصل الشتاء. بس لما نحن شوية نيجي على أو فصل الصيف الأمور شوي تختلف، طبعا طريقة تحضير الطعام تكون مختلفة ونستخدم فيها أشياء شوية مختلفة. خلنا نقول يعني بس يعني طبعا بيكون عندنا فقرة متكاملة بتكون بعد الفاصل مع الاختصاصيين التغذويين، بس خلنا نقول مع السلطات خلنا شوية نغير من سلطاتنا المعتادة، نحط فيها فواكه موسمية، مثلا خلنا نحط فيها مثلا الهمبة أو المانجو، نغير شوي صحيح، من طعمها، حتى نغير. البطيخ دكتورة جربتي؟ نعم، ممكن نحط فيها البطيخ، وطبعا حتى اللي ما يعرف يروح مثلا أو مش هوايته إنه يدخل المطبخ، ممكن الأشياء اللي يمكن يقوم فيها إنه يحضر العصائر بس بطريقة منعشة. فالبطيخ من خلينا نقول عواصر البطيخ والتوتيات هاي ممكن احنا نسويها سموذي للصيف ويكون بارد ومنعش في فترة الصيف، وخاصة ممكن ياخذونه ويروحون على المرافق خلينا نقول يروحون لما يكونون على الشاطئ بحر أو إلى هذه عشان يخليهم شوي ينتعشون في الجو الحار إذا بالتأكيد راحوا دكتورة، برا. أكيد اليوم أعطيتينا معلومات حلوة، نقدر نقول للمستمعين الكرام تقدرون تسوي لكم اليوم سلطة باستخدام نقدر نقول البطيخ، وتقدرون حتى تمكسون المانجو مع أي سلطة حابينها، وأي فواكه موسمية ترى ممكن تستوي سلطة عادي، ما عندنا مشكلة تدخل الفراولة نحن حتى دكتورة، والمانجو مع الجرجير طلع خلطة حلوة. نعم، فنقول للمستمعين الكرام بعدنا مواصلين حديثنا حول التغذية، ولكن بعد هذا الفاصل تريونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، ذكركم بأرقام التواصل مستمعينا الكرام واللي هي 600551414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. اليوم معاكم في تقديم البرنامج محدثتكم آمنة آل علي، ومعاي أيضا الدكتورة سارة الدلال تشاركني اليوم الحلقة. دكتورة، في فقرة التغذية لليوم موضوعنا مهم جدا، حابة أنك تعرفين المستمعين بفقرة التغذية اليوم. نحن طبعا اليوم حلقتنا خلينا نقول حلقة صيفية بحتة كاملة، بدينا قبل الفاصل نتكلم عن شوي الغذاء وكيف ممكن احنا نستخدم الغذاء والفواكه الموسمية في تحضير السلطات أو حتى التوتيات في تحضير السموذي أو الشيكس في فترة الصيف. بس بنكمل الحديث مع اختصاصية التغذية الأستاذة نجلة العوضي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي، عشان نتحدث أكثر عن الغذاء والصيف. وطبعا الفترة الصيف تقل فيه الحركة بشكل عام، فكيف كانت لو كانت مع الأطفال؟ ففي هالفترة اللي هم طبعا النشاط البدني عندهم مهم جدا، فبنتكلم عن زيادة الوزن أو تفادي زيادة الوزن في فترة الصيف، خاصة في فترة الصيف عند الأطفال، وكيف الغذاء بيكون له دور رئيسي في هذا الموضوع. فيسعدنا ويشرفنا تكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الأستاذة نجلة العوضي، اختصاصية التغذية السريرية. صباح الخير أستاذة نجلة. صباح الخير الأستاذة نجلة. صباح النور. شو أخبارك اليوم أستاذة نجلة؟ الحمد لله، الله يسلمكم. جميل إنك تكونين معانا عشان تحدثينا في هاي الفقرة اللي بتكون، أو خلينا نقول ثيم اليوم اللي عندنا في الحلقة، في حلقة صحة وسعادة، عن الصيف وعن الغذاء في الصيف خاصة للأطفال. فلو تحدثينا من البداية خلنا نقول أستاذة نجلة، شو أسباب اللي ممكن تؤدي لزيادة الوزن عند الأطفال بشكل عام؟ طبعا في بداية حبيت أصبح المستمعين وأحييهم ونقولهم إن شاء الله يومكم سعيد، وهنيئا للطلاب المدارس على الإجازة الصيفية. وكثير من الدراسات أشارت إنه يعني في احتمالية الإصابة بزيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال اللي ما يحافظون
على نمط الحياة الصحي واتباع العادات الغذائية الصحية، انهم يكونون اكثر عرضة للإصابة بزيادة الوزن. فيعني الأسباب اللي تؤدي لزيادة الوزن في العطلة الصيفية هي قلة ممارسة الرياضة بشكل عام، لأن طبيعة الأجواء ممكن تكون حارة، والأطفال يميلون للجلوس يعني دائما في الأجواء داخل، ودائما على الألواح الذكية والتلفزيونات، وعدم السيطرة على الأكل اللي يتناولونه وحتى الغذاء الصحي اللي هم يختارونه، وتكون يعني موضوع السهر بعد ساعات طويلة بالليل تمتد. فهني يكون في اختلال في التوازن ما بين ممارسة الرياضة وما بين، يعني نحن نقصد ممارسة الرياضة هي الأنشطة الرياضية اللي يسوونها الأطفال بشكل عام، الأنشطة البدنية، لكن يصير في اختلال في التوازن بحيث أن تكون كمية السعرات الحرارية عالية اللي داخل الأجسامهم ما يسبب في زيادة الوزن. نعم، أيضا إذا بنقول أستاذة نجلة أن في الإجازة الصيفية نعرف أن في معظم الأطفال يتجهون للأنشطة الرياضية، يمكن تشوفين في ناس يسجلون في مراكز مثل ما نقول نوادي رياضية، أو في ناس يسجلون سباحة أطفالهم، وفي ناس بعد يسجلون ما يسجلون أطفالهم في هاي الأماكن، فيكونون أكثر يفضلون الألعاب الإلكترونية وغيرها. من يعني نقدر نقول يعني كل أهل لهم طريقة، في أهل ممكن يأخذون عيالهم لأنشطة بس ما تكون أنشطة حركية ورياضية، وفي ناس ممكن لا يتبعون هاي الأنشطة الرياضية. فهل نقدر نقول العائلتين بيكونون أطفالهم معرضين لزيادة الوزن؟ نحن دائما نشجع أن يأخذون أطفالهم لممارسة الأنشطة الرياضية والحركية، وإذا ما كان على هذا النحو أنهم حتى لو يروحون لممارسة يعني اللي هي العطلة الصيفية وقضاء عطلة صيفية بأي أنشطة أخرى، نشجعهم أن يكونون حتى بفترة يعني الفترة المسائية فترة المغارب ممكن أن يكونوا أكثر حركة، إذا ما كان حتى بالأجواء الخارجية داخل البيت أنه يعني تكون الحركة أكثر. في الحالتين بيكون نعم بيكونون عرضة لزيادة الوزن إذا ما كان في حركة وما كان في نشاط بدني، وبالمقابل إذا يعني كثرة الجلوس لفترات طويلة على الأجهزة الإلكترونية وقضاء الوقت يعني دائما بمشاهدة التلفاز وعدم السيطرة على تناول الطعام اللي هم يأخذونه أنه يكون يعني بكميات معقولة، ويكون يعني الاختيارات تكون صحية، فبالفعل الاثنين بيكونون عرضة لزيادة الوزن. جميل جميل الأستاذة نجلة، بأن ممارسة الرياضة أو حتى لو بعد ما كانت بعد خلنا نقول في فترة الصيف الأطفال يحبون أنهم يكونون شوي يريحون الصبح، فممكن يكون النشاط البدني يكون بعد فترة المساء، خلنا نقول لما الأجواء تكون شوي صارت بأي نشاط هي بأي يعني نشاط حتى تحبونه. الوقت دكتورة الحين يعني نقدر نقول أن الوقت اللي من الساعة 6 للساعة 7 النهار ترى طويل، نعم يعني تحسين مهما فالوقت هذا اللي من 6 ل7 على الأقل ما تكون الشمس يعني عمودية، ويكون هالوقت مناسب حتى لو يعني تحسينهم ذابوا من الحر، بس على الأقل طلعوا وتحركوا، نعم يعني لو ألعاب بسيطة لعبوا بالضبط، وحتى الألعاب مائية، وحتى مثلا بأي حركة يسوونها كرة قدم بأي ألعاب يمارسونها وأنشطة هم يحبونها بيكونون فعلا مستمتعين فيها، وفي نفس الوقت ما ننسى ان احنا نذكرهم بالماء لانه بيعطشون. نعم. فلازم نحط لهم شيء عبوات الماء دائما برا اثناء ممارسه الانشطه الحركيه عندهم، الرياضات اللي يحبونها، الالعاب اللي يحبونها، فدائما نذكرهم شرب الماء حتى بالفترات اللي تكون حتى في الفتره المسائيه. نعم، يعني طبعا الماء خلال لها تاثير، مثل ما نحن اذا حطينا المطاره حذالنا في الدوام بنشرب الماء، نفس الشيء احس حق الاطفال اذا اشتريتي لهم مطارات لها اشكال مفضله هم اختاروها ممكن هالشيء يشجع. نعم. على ايضا شرب الماء او حتى نكه المياه، يعني يحبون الاطفال او حتى نحن ككبار ان الماء يكون منكه، او بمعنى ان مثلا نضيف له مثلا الفواكه اللي هم يحبونها سواء كانت توتيات او الى اخره، فتعطيهم نكهه ومنها هم حتى بيقبلون على شرب الماء اكثر. اليوم دكتوره ساره مصره تعطينا وصفات انا بعتمدها حق برنامج صحه وسعاده. استاذه نجله اذا في يوم اعتذرتي ما تقدرين تين دكتوره ساره الدلال موجوده. فعلا نبتعد عن العصاير، يعني في بعض الناس يلجؤون للعصاير يعني دائما يحطونها كبديل للسوائل، نحن نقولها من العصائر ما يمانع باختيارها العصائر الطبيعية، وكل ما كان تركيز
الفاكهة فيها أكثر، كل ما كان بعد يعني الفائدة أكثر، فيكون مثلا تركيز الفاكهة فيها أكثر عن 60-70%، نبتعد عن شراب العصير، نبتعد عن السكريات اللي المضافة في العصاير، فدائما نحط لها مثل ما ذكرتي دكتورة، ممكن الماي المنكه، ممكن العصاير الطازج المحضرة في البيت، أو حتى اللي ذيبنا بعبوات، نركز على تركيز نسبة تركيز الفاكهة فيها أن تكون عالية، ولو كانت 100% بعد أفضل وأفضل بوايد يعني، لكن بعد ما نزيد الكميات بزيادة لأنه ممكن بعد يؤدي إلى زيادة الوزن. فنحن نذكرهم دائما بشرب الماي في فترة الصيف، وأنه مو دائما يكونون قاعدين، عشان حتى صحتهم البدنية، صحتهم بشكل عام يعني، يبتعدون عن المشاكل ممكن تصير. بنلاحظ حتى بعض الأطفال يكون عندنا آلام بالجسم، عندنا آلام بالمفاصل، ما نقدر نتحرك، ريدة تنمل من كثر القعدة بالبيت. يعني لما بس خلاص يعني ندخل في فترة الدراسة، يعني فعلا في البداية يكونون يعني نسبة إحراج بالنسبة لأقرانهم، يشوفون زاد وزنهم، ممكن يعني يعطونهم بعض الألفاظ أنه لا زاد الوزن كذا، فنتجنب هالأشياء كلها بالمحافظة على الصحة بشكل عام واتباع نمط الحياة الصحي. نعم الأستاذة نجلة، طبعا أنت حدثتينا عن شرب الماء وحدثتينا عن الرياضة، شو النصائح الأخرى اللي ممكن تشوفينها ذا أهمية أو ممكن نحن ننفذها مع لحماية الأطفال، ونبتعد طبعا من سالفة التيك أويز والخروج والجنك فود اللي موجودة والأطعمة المضرة خلنا نقول بشكل عام؟ هني نوجه كلامنا للأهل، لأن نحن عادة الأهل يوم يشوفون شيء ممكن يتبعون مع عيالهم حميات قاسية، ونحن نقولهم بهذا الأعمار يعني بأعمار الأطفال، مو الفكرة باتباع الحمية القاسية، لا، الفكرة أني أنا أغير العادات اللي هم قاعدين يتبعونها، يعني أحاول أقلل أو أمنعهم أو أقلل حتى يعني تناولهم للأطعمة والوجبات السريعة، المشروبات الغازية، أجيب لهم بدائل صحية مثل البوب كورن، مثل المكسرات، مثل بعض أو أشاركهم حتى بتحضير بعض الوجبات الصحية بالبيت تكون كوجبات خفيفة، لأن طبيعة الحال قاعدين يبون وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، يعني هم يتناولون الفطور والغداء والعشاء، بس نقولهم لا، لازم تتناولون حتى وجبات خفيفة صحية، ويكون لهم الخيار الأفضل حتى لو بيحضرون بعض الأطعمة مع مشاركة الأهل، حتى لو كان مثلا أصابع يزر، أصابع خيار مع حمص فترة العصر، لو باخذ لي مثلا حبوب كاملة مع حليب قليل الدسم، اختار الاختيارات الصحية، أقدم الأصناف، دائما أنوع الأصناف لهم، فما قيدهم بس بصنف معين اللي هم يحبون يستسهلونه، لا، أغير الأصناف وأكون صبورة معاهم، ما أوجه لهم مثلا بعض الانتقادات إن لا زاد وزنك مثلا، ما قاعد تحافظ، لازم أوجه لهم حتى يعني بعض الأفكار الهاتفة اللي تشجع الأطفال أنهم يتبعون نمط الحياة الصحي، ومن غير ما يحسون بأي فرق أو بأي عزلة أنهم هم مختلفين. ما نخلي المكافآت تكون الطعام، لأن دكتورة بعض الأهالي مثلا يكافئون أطفالهم بالحلويات والسكريات إذا قاموا بهم أو قاموا بشيء معين هم فرحوا، فيكافئهم يعني بأشياء ممكن يعني تكون فيها زيادة سعرات حرارية، فأخلي المكافآت غير ذلك، يعني غير عن الحلويات أو السكريات، لكن إذا كان مثلا خلينا نقول شوكليت بشيء مثلا بسيط، كمية بسيطة، لكن ما تكون هي المكافأة بحد ذاتها يعني إذا قام بأي نشاط معين. وطبعا الجميل لازم نتأكد دائما من مؤشر كتلة الجسم، يعني مو بشرط أن يكون الوزن اللي نحن شايفينه هذا دليل أن الطفل يعاني من زيادة الوزن أو السمنة أو قاعد يزيد وزنه، لكن أنا أشوف إذا هل هو في فعلا في تراكم شحوم حول البطن، هل الطفل هذا يعني قلت حركته، يعاني من آلام، بالتالي أنا أشجع على الأنشطة أو يعني دائما نقول الأنشطة الحركية، الهوايات اللي يحبونها حتى لو كانت في أجواء داخل يعني مكيفة، بس يقومون بأي نشاط حركي بعيد عن الجلوس أمام التلفاز وحتى الأجهزة الإلكترونية، وإني أقيد حتى ساعات الجلوس هذه بشكل عام، فأكثر بعد الخضروات والفواكه، أخلي الاختيارات تكون صحية، أركز على البروتينات كجزء من البناء العضلي، وحتى لهم يساعدهم على فترة شبع بشكل أطول، طرق الطهي تكون صحية بشكل عام، أجنبهم السهر، ما خليهم يسهرون وايد، يعني إذا سهروا ما يكون يعني بساعات طويلة لآخر الليل، بحيث أنه حتى يأثر على نظامهم في اليوم الثاني.
نعم أيضا أستاذة نجلة، نقدر نقول مثل ما ذكرتي الأنماط الصحية مع الرياضة مع الحركة ممكن تؤدي إلى نحن نحصل أطفال أصحاء، وبالتالي نتفادى زيادة الوزن اللي هو موضوع حلقتنا لليوم، التغذية وزيادة الوزن في فصل الصيف. أستاذة نجلة العوضي، أخصائية تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي، أشكر لك هذه المشاركة الطيبة اليوم والمعلومات القيمة اللي قدمتيها. كل الشكر لكم، ونتمنى إن شاء الله الأطفال والجميع لقضاء يعني عطلة يعني صحية ومفيدة ممتعة، ونتمنى إن شاء الله للجميع بقضاء أحلى الأيام، ويومكم سعيد. يومك أسعد. دكتورتنا وأستاذتنا نجلة العوضي. بناخذ فاصل قصير أعزائنا المستمعين، وبنرجع لكم في فقرة شيقة لبرنامجكم برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة، رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم اليوم في الفقرة الأخيرة في برنامج صحة وسعادة. وطبعا خلنا نقول اليوم الثيم أو اللي نحن نتكلم عنه الصيف 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 الصيف. فبداية تكلمنا عن الأخبار أو المستجدات اللي وصلت لنا، وأيضا عن النصائح التغذوية خلنا نقول من الأستاذة نجلة العوضي عن كيف ممكن نتفادى زيادة الوزن خاصة عند الأطفال في فترة الصيف. بيكمل حديثنا الحين، بس قبل ما نكمل حديثنا حاب أذكركم بأرقام التواصل على 6005551414، وعلى رسائل نصية 4006. والأستاذة آمنة أتوقع وصلتنا كم من رسالة نصية، فلو نعم. تحدثينا بالرسالة النصية. دكتورة، وصلنا استفسار من بوسهيل، نقول بوسهيل إن شاء الله استفسارك هذا بنرفع للمعنيين في الصحة في دبي، ونتمنى إن شاء الله اقتراحك يكون في محله وإنه يتنفذ فد اللي انت حابه ان شاء الله. ان شاء الله كان هذا استفسار ابو سهيل. نعم، فنحن لو استاذة آمنة نشوف ان الصيف فترة جميلة من السنة، وطبعا في الناس تحب تسافر في فترة الصيف، فلو ممكن تخبرين أكثر عن هاي الفقرة شو بتتضمن ومنو بيكون معانا؟ طبعا نعم. أكيد عزيزتنا طبعا، فالأستاذة آمنة لو تخبرينا الفقرة الأخيرة شو بتكون أو شو بنتحدث فيه أكثر؟ نعم، فقرتنا الأخيرة دكتورة برنامج صحة وسعادة بنتكلم اليوم عن عيادة المسافرين. يمكن كثير من المستمعين أو الأغلب يعرف أن عندنا عيادة المسافرين، وللي ما يعرفون نحن في مراكز هيئة الصحة في دبي عندنا عيادة اسمها عيادة المسافرين، وفي موسم طبعا الصيف والرحلات والسفر يعني يكثر الإقبال على عيادة المسافرين اللي حابين أنهم يأخذون كل الإجراءات والحيطة والحذر لأنهم بيسافرون للخارج أو لدول معينة، وهذا طبعا عن الالتزام بكل ما يحميهم من الأمراض أو المشكلات الصحية المحتملة، وسواء يعني ما تقدمه عيادة المسافرين من تطعيمات ضد الأمراض أو إرشادات توعوية، فإن ذلك يعني أكيد يمثل إجراء ضروري لكل من عزم على السفر إلى خارج الدولة. واليوم حديثنا طبعا عن عيادة المسافرين ما يكمل إلا مع الدكتورة ندى الملة، مدير مركز البدع الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. يا صباح الخير، يا صباح الورد، يا هلا فيك مره ثانيه ببرنامج صحه وسعاده. دكتوره، انت زميله الله. ومحدثه وجزء لا يتجزأ من البرنامج اكيد. حبيبتي يا منى، ما تقصرين، شكرا لاستضافتي اليوم، وان شاء الله المستمعين يستفيدون من المعلومات اللي بنعطيها لهم ان شاء الله. عياده المسافرين ان شاء الله. دكتوره، حابين نعرف منك عن عياده المسافرين، امكانياتها وشو هي الخدمات اللي تقدمها هذه العياده. طبعا عيادة المسافرين سابقا يمكن وايد الناس تعرف انها كانت عيادة منفصلة موجودة في عيادات معينة في هيئة الصحة بدبي في قطاع الرعاية الصحية الأولية، كانت منفصلة تماما، لها مواعيد منفصلة، لكن من فترة بعيدة تقريبا تم دمجها مع عيادة طب الأسرة، فصارت هي جزء من عيادة طب الأسرة، والغرض منها طبعا التسهيل على المتعامل، انه بيجي العيادة مرات ثانية الريال مع زوجته مع عياله، حمته تبغى تشوف دكتوره، يبغى ولده يبغى يشوف الدكتور، هو يبغى تطعيم، فكانوا المفروض ينفصلون في العياده، كل واحد يروح قسم، لكن الحين انضمت لعياده عيادات طب الاسره، فالمتعامل كل اللي عليه انه يتصل في مركز الاتصال 8342، يختار اي مركز صحي هو حاب يروح له، قريب عليه، قريب على دوامه، ويحجز موعد عند طبيب الاسره،
هو أسرته كاملة يدخلون طبيب الأسرة يحصلون استشارة كاملة، سواء كان للسفر، سواء كان تطعيمات السفر لزوجته لعياله له. فهذه العيادة طبعا توفر مو بس تطعيمات، يعني الناس ممكن تربط عيادة المسافرين بس أنها تصير أخذ تطعيم ولو بسافر دول معينة، لكن عيادة المسافرين هي الغرض منها تقديم التوعية الشاملة للسفر. يعني السفر عشان مو مثل السفر قبل 3 سنوات، في وايد أشياء تغيرت، في متطلبات تغيرت وفي متطلبات لا تزال ثابتة. وللأسف لما نلاقي ناس تسافر حق أماكن أول مرة تصيرها، يمكن دول شوي فيها أدغال، فيها سفاري، دول شوي بعيدة، ما على بالهم أنه يجب أن يحصلوا على استشارة طبية متخصصة من طبيب في له خبرة في طب المسافرين. وطبعا أطباء طب الأسرة كلهم عندهم خلفية، وحن نستعين وايد بخدمات بالمعلومات اللي تينا من مركز الأوبئة والأمراض CDC، لأن دائما السفر للأماكن المختلفة حول العالم دائما يكون في شيء جديد، متطلب جديد، تطعيم جديد، إجراء جديد. فأنا دائما أنصح الناس قبل لا تسافر توجه أول شيء لطبيب الأسرة، خليه يعطيك نصيحة شو تحتاج لهذه السفرة. نعم، أيضا نقدر نقول يمكن دكتورة أن في ناس حتى يذهبون لتسلق الجبال، تشوفين في ناس مثلا تسلقوا الجبل واختنقوا هناك واستوعبهم شيء، لأن ما يمكن ما أجروا فحوصات لازمة، ما شافوا قدرتهم الجسدية. يمكن طبيب الأسرة ينصحهم أنه والله اعملوا رياضة قبل ما تروحون، سووا شيء الفلاني، مو بس تعالوا تسلق، تعالوا صعد الجبل. فدكتورة شو رأيك أيضا في هذا الموضوع؟ هذا الشيء جدا صحيح آمنة، عشان شيء ها أحد الأسباب اللي خلت دمج بين عيادة المسافرين وعيادة طب الأسرة. لأن مثل ما قلتي ممكن واحد بيسافر، يعني الحين الناس ما شاء الله الهبة صارت عندهم يقول يسافرون أماكن حلوة للتصوير، فيها مغامرات، في وايد من الناس ما تبى تسافر فقط تسوي شوبينج وتتمشى، تبى تسوي مغامرات، تركب جبال، تروح سفاري، تروح تغوص في أعماق البحار، تشوف شعاب مرجانية، لكن ما تفكر إن هذه الأشياء عبارة عن ضغط على الجسم وقد لا يناسب صحتهم. فضروري جدا انت بتسافر اي بلد بيكون فيه مغامره، سواء مغامره او غير مغامره، لكن اذا انت ناوي تروح اي نوع من انواع المغامرات، حتى السفاري، ناس تقول السفاري دكتور انا ما بركض ولا بركب ولا شيء، لكن هناك تعرض للحيوانات بيكون فيه، في احراش، في غابات، في حشرات معينه، يجب ان انت تروح للدكتور وتقول انا بسافر الدوله المعينه. متى بتسافر؟ أنا دائما أنصح الناس، للأسف نشوفهم يجون الصبح وفي الليل طياراتهم، أو اليوم يجون اليوم وباكر طياراتهم، يا لازم يروحون طبيب الأسرة يحصلون على استشارة السفر على الأقل 2 إلى 3 أسابيع قبل موعد السفر. ليش؟ لأن إذا بتروح أي بلد فيه مغامرة أو بلاد لها متطلبات معينة، أبسط شيء خلينا نقول رحت الحج، الحج مطلوب منه متطلبات معينة، تطعيمات معينة، لازم تعطي التطعيم فرصة إنه يكون الأجسام المضادة في جسمك. في بعض الناس عندهم فكرة خاطئة، لو أخذت التطعيم خلاص، يعني أنا أخذ تطعيم الحين وأسافر في الليل خلاص التطعيم بيحميني. في ناس تسافر وترد قبل ما التطعيم أصلا يكون الأجسام المضادة. فعشان شي إحنا نقول 2 إلى 3 أسابيع تروح طبيب الأسرة يعطيك الاستشارة، تحتاج تطعيم يعطيك التطعيم. لا تنسوا أن أول يومين قد تصيبك حرارة من التطعيم، حرارة، آلام في الجسم، قد يجيك رد فعل عكسي من التطعيم إذا أنت أول مرة تأخذ التطعيم. فإذا أنت سافرت احتمال ما يخليك تركب الطيارة، احتمال تتعب وأنت في الطيارة، احتمال تتعب لما توصل البلد اللي أنت بتسافر له. فلازم تعطي التطعيم 2 إلى 3 أسابيع يكون الأجسام المضادة، عشان لما تسافر للبلد اللي بتسافر له يكون عندك مناعة ضد أي كان الشيء الموجود في البلد اللي انت بتسافر له. دكتورة ندى شكرا على الشرح الوافي. وما أننا نحن نتكلم عن التطعيمات، والتطعيم ممكن يختلف من وجهة لوجهة، نفس ما قلت أنت مع مثلا الذهاب إلى الحج في تطعيمات معينة، فخلنا نتكلم عن العيادة، شو التطعيمات اللي توفرها العيادة، وهل في وجهات السفر نفس ما أنت تفضلتي وقلتي، هل في مثلا تطعيمات معينة أو حسب العمر خلنا نقول ممكن تكون متوفرة في العيادة؟ طبعا التطعيمات لأي وجهة تروح الواحد بيروحها تنقسم إلى نوعين، تطعيمات إلزامية يعني معناها البلد هذا ما راح يدخلك إذا أنت ما عندك هذا التطعيم، وفي تطعيمات تكون موصى بها أو يسمونها ريكومندد، يعني البلد يوصي إنك تأخذها حماية لنفسك. مثلا خلينا نقول مثلا الحج، بالحج بالعادة يطالب إن يكون عندك تطعيم الحمى الشوكية، وتطعيم الإنفلونزا يكون
مثل ما يقولون بالانجليزي هايلي ريكومندد، او مو طبيب بشده انه لازم تاخذ تطعيم الانفلونزا قبل لا تصير. في بلاد معينه تطلب تطعيم الحمى الصفراء، خصوصا بتروح افريقيا، بتروح دول معينه تطلب تطعيم الحمى الصفراء. في بلاد توصي بشده انك تاخذ تطعيم الكبد الوبائي الف، لان الكبد الوبائي الف ينتقل عن طريق الاكل والشرب، فيوصي ان انت تاخذ تسوي احتياطك ضد الكبد الوبائي الف عشان ما ينتقل لك. فكل بلد له تطعيم معين، وبالفتره والفتره تتغير التطعيمات، يعني في بعض التطعيمات كانت قبل هذا بس موصى بها، يعني اذا تبغى تاخذها تاخذها، ما تبغى تاخذها ما في مشكله. بعد فتره قال لك لا لازم تاخذها حمايه لنفسك. وترى عياده الطبيب الاسره في عياده المسافرين مو بس بينصحك للتطعيم، وعشان ما انسى موضوع التطعيم قلت بين الكبار والصغار، تطعيمات الأطفال أيضا تختلف، نتأكد أن عيالنا تطعيماتهم مخلصة كاملة قبل أن نتوجه، خصوصا للدول فيها مغامرات يكون تطعيماتها كاملة. إذا تطعيمه ناقص لازم يتوجه لطبيب الأسرة إذا فوق 6 سنين عشان يكمل تطعيماته. كبار السن فوق 60 أو 65 دائما ننصحهم ياخذون تطعيمات المكورات الرئوية أو النيوموكوكل، خوفا عليهم منهم لو ياهم زكام أو تعبوا هناك يجيهم ذات الرئة أو يسمونه النمونيا، وايد ناس تعرفه بعد، فيتعبون أكثر. ففي اختلافات في التطعيمات، لكن حتى بعض أحد المعلومات اللي يعطيها الطبيب لما أنت بتسافر، مو بس يعطيك التطعيم بعد يوصيك بعض الوصايا. مثلا الناس اللي بتسافر دول معروف فيها ملاريا، ننصحهم مثلا نعطيهم الكريم ضد البعوض، نعطيهم دواء الملاريا، نوصيهم مثلا انهم ما يطلعون في الليل، انهم ما يلبسون ثياب غامجه في الليل، ان مثلا يلبس لما يرقدون يكون في شبك مغطي مكانهم بينامون فيه. الدول المنتشر فيها الكبد الوبائي الف ننصحهم ان ما يشربون ماي مش معلب، ما ياخذون حتى الثلج من اي مكان من اي مطعم، لان الثلج مصنوع يعني مسوونه من ماي الحنفيه او الصنبور، وهذا احتمال يكون في كبد وبائي الف. فالطبيب يعطيك استشاره كامله، مو بس تطعيم، ممكن يعطيك بعض الادويه. مثلا ناس تروح الحج بالعاده نعطيهم ادويه الزكام معاهم، لان مع الحج والزحمه والحر ممكن واحد يلاقي بعض الاعراض، احتقان، زكام، حراره، فنعطيهم بعض الادويه. الناس اللي بتروح أماكن فيها مغامرات حتى نعطيهم دواء، مثلا حتى في للحروق نعطيهم أدوية للحروق، أدوية لعضات الحشرات. فالطبيب بيعطيك احتياطاتك كاملة من تطعيم ومن غير تطعيم، لكن مهم جدا أن أنت تكون يعني مثل ما قلنا تروح من وقت 2 أسابيع. وحتى أنا أنصح دائما الناس لو بتسافرون بلد جديد في مغامرات، في يعني أرياف مثلا، لازم واحد حتى يثقف نفسه، يعني يثقف نفسه، ما شاء الله محركات البحث موجودة، أثقف نفسي شو هالبلد، شو الأمراض المنتشرة فيه، شو طبيعة المكان اللي أنا بسير فيه، هل مثلا عند نهر وفي وايد حشرات، هل بكون في مكان فيه أرياف ويمكن فيه حيوانات سائبة، شو المكان اللي أنا بسيره، لازم أثقف نفسي عشان لما أسير حد الدكتور يكون عندي معلومات كاملة عن المكان اللي أنا بسافره، خصوصا الأماكن الجديدة. يعني نلاقي الناس الفترة الأخيرة سافر أماكن يمكن ما حد صار لها قبل أو قليل اللي سافروا لها قبل، فممكن حتى ما تكون في معلومات كافيه، لازم نثقف نفسنا انا وين بسافر، ومو بس مع جهاز شنطتي وجوازي مو منتهي وتذكرتي موجوده، لكن حتى اهتمامي بصحتي، لان انا دائما مقتنعه بان ما في اسوء من واحد يوصل لبلد وتاعب وصارف وجهز ويمرض هناك بسبب انه ما اخذ احتياطه. بالتاكيد. ودكتوره مثل ما ذكرتي الوضع الحين مو نفس الوضع قبل، نقدر نقول 2 أو 3 سنوات. الحين نحن إذا كنا في حاجة لعيادة المسافرين ما راحين نحن محتاجينها 10 مرات، لأن جانب الإرشاد والتوجيه والتوعية الموجود والمقدم في عيادة المسافرين مثل ما ذكرتي دكتورة بيكون يعني شيء أساسي عند السفر للكثير من العائلات. فدكتورة إذا هناك نقدر نقول نصيحة أخيرة أو توجيه أخير حابة تقدمينه للمستمعين فيما يخص عيادة المسافرين. طبعا نصيحتي اول شيء اتمنى للجميع سفر سعيد اي مكان بتسافرون، السفر جميل. عقب شو دكتوره خوفتينا، قلتي الغابه ما ادري شو فيها والهناك ما ادري شو فيه، الحين سفر امن وسعيد. سفر امن ترى هالنصيحه عشان يكون سفر امن. انا والله ودي اروح ودي اسير الادغال واشوف النمور والاسود ان شاء الله، وروح بس عيادة المسافرين. فاي حد بيسافر السفر جدا جميل، السفر جدا جديد للنفسيه، يشيل التوتر، يساعدك تجدد صحتك. ترى السفر يعني يعتبر حتى علاج، كفايه ما مر السعاده اللي احنا نطوف عليه واحنا في الطياره، يجدد نفسيتك. لكن يجب ان احنا نكون مجهزين للسفر
صحيا، مو بس يعني حاجزين فنادقنا وتذاكرنا، لكن حتى صحيا يجب ان تكون انت مثقف نفسك صحيا. تعرفين حتى واحده من الاشياء دائما انصح فيها الناس، تقفوا عمركم يوم بتسافرون، شو اجرب مستشفى، شو اجرب صيدليه، شو سياسه الدوله اللي انا بسافر لها بخصوص الادويه. في بعض الدول ممكن حتى الادويه تخفض الحراره ما يعطيك اياها من غير وصفه طبيه، فلازم نثقف نفسنا صحيا، لان تغير الجو والانتقال من مكان لمكان، القعده في الطياره فتره طويله قد يخليك تعاني من بعض الاعراض او بعض الامراض، فعشان ما تخترب عليك السفره لازم تثقف نفسك صحيا قبل السفر وتشيل معك الادويه الاساسيه. نعم، ايضا دكتوره اذا بنقول الحوامل هذا الشيء وايد مهم، لاني انا الصراحه اتذكر انه صادف حد من الاهل وما كانوا مسافرين حتى دكتوره، مجرد المناطق نقدر نقول مثل المناطق الشماليه يعني من الدوله، ممكن اتوقع كانوا في ما اتذكر خرفكان ولا حتى، وصار لها يعني مثل ما نقول حادث، فهالموضوع انه ادى انهم اصلا ما كانوا يعرفون اقرب مركز صحي حقهم في هاي المنطقه، لين سووا بحث وراحوا لاقرب مركز صحي، يمكن كان هناك يعني تاثير كبير على تاخيرهم هذا. ولكن نحن نقول دكتوره انه مثل ما ذكرتي ان الواحد جميل انه حتى يعرف مجرد من باب الاحتياط اذا اي مكان بعيد صار لو ما يعرف اقرب مركز صحي لهذا المكان، انه يعني مو بغلط ان الواحد يسوي سيرتش، يعني مو شرط اني انا اسوي سيرتش يعني انا ابى شيء سيء يستوي لي، ولكن انا اسوي سيرتش عشان اذا لا سمح الله استوى لي شيء اكون على علم ودرايه بهذه الاماكن. صراحه دكتوره اليوم قدمتي لنا معلومات جدا مفيده، حتى انا عن نفسي كنت اتوقع ان عياده المسافرين نفس قبل موجوده في مركز البرشه وموجوده في مراكز صحيه معينه قبل، فجميل ان نعرف ان هذه الخدمه خلاص استوت موجوده في كل المراكز الصحيه. دكتورة بمجرد الاتصال على 800342 يقدرون المستمعين أنهم يأخذون موعد لهذه العيادة. صحيح. نعم، شكرا لك دكتورة ندى الملا مدير مركز البدع الصحي وزميلتنا في برنامج صحة وسعادة على أكيد المعلومات القيمة اللي قدمتيها، ومو يعني ما خوفتينا، بالعكس دكتورة أحس أنها كانت معلومات صدق غايبة يمكن عن أذهاننا، فجميل أن نحن نذكر أنفسنا ونذكر المستمعين عشان نكون مثل ما نقول نسافر رحلة صيفية آمنة وصحية أيضا. إن شاء الله أتمنى الجميع سفر سعيد إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك. شكرا لكم، نهاركم سعيد. نهارك أسعد دكتورة. بما أنك حدثتنا الدكتورة ندى الملا عن الوقاية خلنا نقول قبل السفر والتوجه إلى مثلا الأطباء الموجودين في المراكز الصحية اللي تابعة لهيئة الصحة في دبي للتعرف أكثر قبل السفر واستمتاعهم في الصيف، حتى لو لأماكن خلنا نقول على قولتهم destination areas أو أماكن تكون فيها المغامرات كالأدغال ولا آخره، ففي أشياء معينة ممكن نقوم فيها. اليوم كانت حلقتنا الأستاذة آمنة متنوعة وكانت مختلفة، خذينا فيها كذا خبر، خذينا فيها الفقرة التغذوية عن التغذية الصحيحة وخاصة الأطفال في هذا الشهر أو في هذه الأشهر، أشهر الصيف اللي تكون ممكن شوية فيها الحرارة زايدة وممكن يكون فيها قلة الحركة. فاليوم تحدثنا كثير عن الصيف، قبل ما نختم هاي الحلقة اللي كنا مع بعض، خبرينا نصيحة أو شيء أنت تستمتعين فيه الأخت آمنة تسوينه في فترة الصيف. دكتورة نقدر نقول إذا بنقول فترة الصيف صحيح أن الجو ممكن يكون حار، ولكن أنا إذا بقول فترة الصيف يعني البحر، يعني الاستمتاع بالبحر، وما ننسى أيضا دكتورة واقي الشمس. نعم. حقنا وحق عيالنا، ولكن أنا أتمنى من الكل أنه يستمتع برحلة الذهاب للبحر، لو يخلونها في الأسبوع مرة في فترة الصيف بتكون رحلة أكيد ممتعة وفيها الكثير من الذكريات لهم ولعائلاتهم. نعم، طبعا واقي الشمس مهم جدا، هو طبعا في فترة الصيف، بس أيضا نذكر أن حتى واقي الشمس لازم كل ساعتين لثلاث ساعات، خاصة إذا في تعرض إلى الشمس مباشرة يجب أن نحن نعيد نكرر ونضع واقي الشمس. كانت فقراتنا اليوم في حلقة صحة وسعادة جميلة جدا.
شكرا لك دكتورة. أيضا في نهاية حلقتنا نشكر المتابعين على حسن متابعتهم لبرنامج صحة وسعادة، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك الشكر لإذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة. كانت معنا زميلتي ميرا الغفلي، وفي الإخراج كان معنا مخرجنا ناصر السليمي، شكرا لك. وكذلك اليوم في تقديم برنامج صحة وسعادة شاركتني الحلقة الدكتورة سارة الدلال، وكنت معاكم أيضا في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.